كل سنة وانتم طيبين يا سعيد. نلتقي معكم من جديد من محافظة الإسماعيلية على شواطئ الإسماعيلية، مواطنين وأهالي الإسماعيلية قبل الاستمتاع بأجواء المحافظة وقضاء أجازة عيد. نلتقي معكم مع أسرة سعودية يعني عيد عليك. اول زياره ليك في اسماعيليه؟ نعم. ادي مره بقى في اسماعيليه شكلها ايه؟ والله حلو. انت منين في السودان؟ انا من بحري. منين؟ من بحري خرطوم يعني. عملت ايه في العيد؟ احكي لنا. والله مش عارف اي حاجه. يعني بص، في السودان مختلف عن هنا، هنا في اسماعيليه ايه مختلف؟ ايه اللي لقيته هنا في اسماعيليه اول مره تشوفه؟ والله البحر جميل. جو كويس؟ كل سنة وانت طيب. طيب. نورتونا. على سوا. قول لي بقى برنامجكم ايه في العيد؟ والله برنامجنا في العيد اهو لما أسرية، عندنا اهلنا جاونا من القاهرة. جاوا قعدوا معانا. انتوا مقيمين في القاهرة؟ هم مقيمين في القاهرة. بس في ناس قرروا انهم يجوا ينقلوا هنا في الاسماعيلية لانه الاسماعيلية حلوة وهادية وبلد جميلة قوي والله. يعني تخصكم ايه في العيد اللي استغربتوه هنا في مصر او في الاسماعيلية ما كنتوش بتعملوه في العيد؟ والله هو ما فيش حاجة معينة كده في العيد بنعملها، بس يعني في السودان بيكون في لما الأسرية كل الأهل مع بعض متلمين ومجمعين في بيت واحد، بيت الأسرة الكبير. بس دي الحاجة الوحيدة اللي احنا اللي بنفتقدها في لقاء. أكيد تواصلتوا مع أهلكم وأصدقائكم في السودان خلال أكيد أيام العيد؟ أيوة تواصلنا معهم الحمد لله. رأيك في الجو عندنا إيه؟ الجو رائع. مختلف تماما عن السودان. جميل أوي والله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. نزلتوا المية؟ لا ما نزلناش. هتعملوا ايه بقى ايام العيد؟ والله خلاص مفيش حاجه ثانيه، العيد خلص بالتبخ. كل سنه وانتم طيبين، نورتونا. طيب ان شاء الله. نورتونا. طيب. شكرا ليك، يعني شكرا لكم الاسره وكمان ضيوفنا من السودان، كل سنه وانتم طيبين. طيبه. عيد سعيد عليكم. اتبسطتوا في اسماعيليه؟ 100 100. ايوه. احكوا لي بقى عملتوا ايه في خلال ايام العيد؟ الله يخليك. والله احنا طبعا العيد بتاع مصر ده اول مره نجربه. اول مره نعيد. ايه اللي كان جديد عليك؟ والله بس يعني ما حسينا بالعيد اللي هنا صراحه، يعني الا في الاسماعيلي يعني الاجواء حلوه، لكن في القاهره مع الدوشه بتاعت القاهره. ايه رايك في المنظر ده كده؟ حلو والله. والبحر حلو والله. نزلت الميه ولا لا؟ لا لسه. لكن اي زياره لمصر ثاني هنقرا على الاسماعيلي على طول. بتدوا عيديات برضه؟ بتاخدوا عيديات في العيد؟ ايوه. وبتعملوا ايه ثاني كده عندكم في السودان؟ في السودان عندنا العيديات دي للاطفال. يعني كبار بيدوا صغيرين. ايوه تمام. عندكم الكعك برضه؟ عندنا الكعك والخبيز والبتفور. لان يعني هي العادات السودانيه والمصريه قريبه لبعض. طبعا. ما فيها اختلاف. هتعملوا ايه بقى ايام العيد؟ والله احنا بالنسبه لنا كده خلاص خلص هنقفل اسماعيليه دلوقتي، هنرجع على الغايره. ونحن كده عيدنا خلص خلاص. هتيجي تاني اسماعيليه؟ ان شاء الله. انا ناوي اسكن في الاسماعيليه ان شاء الله. نورتونا. الله ينور. هتنورنا اكيد. الله ينور. شكرا ليك. الله يسلمك. كل سنه وانت طيب. استنى النهارده. هتيجي تاني اسماعيليه؟ ان شاء الله. عجبك هنا؟ والله الاماكن كلها حلوه. حتى غير الشواطئ؟ لا لكن عايز تاني ان شاء الله. لكن يعني بصراحة الإسماعيلية جميلة، يعني غيرنا جو، الأجواء هنا حلوة. نزلت المية؟ لا ما نزلنا المية، لكن ما كنا جاهزين أصلاً. لكن موعدين بيجي إن شاء الله. باقي برنامج العيد بتاعته إزاي؟ هنا؟ في مصر بقى وأنتوا في مصر؟ هنا ما في برنامج، ما عندنا برنامج هنا. ما فيش خطة حطيتوها كده للعيد؟ لا. شكراً. كل سنة وأنت طيب، نورتونا. الله يخليك. نكرر الزيارة مرة ثانية. إن شاء الله. إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين مشاهدينا في كل مكان، يعني اجواء ممتعه للاسماعيليه، ضيوفها من كل مكان،
جمله قضاء اجازه عيد الفطر المبارك في محافظه الاسماعيليه. اجواء المواطنين جم للاستمتاع باجازة عيد الفطر. يمكن الحدائق العامة والشواطئ والشوارع الرئيسية لمحافظة الإسماعيلية للاستمتاع بعيد الفطر. المواطنين داخل شاطئ الفردوس التابع لمحافظة الإسماعيلية من أهالي الإسماعيلية ضيوفها، يعني شفنا أسر كتيرة من خارج المحافظة من القاهرة ومن الفيوم. يمكن كمان كان لقاءنا مع أحد الأسر السودانية، يعني استمتعوا بأجواء عيد مختلفة في محافظة الإسماعيلية على شاطئ الإسماعيلية من نادي الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية. هنا الأهالي حتى مع بعد غروب الشمس أثناء تواجدهم في المحافظة على الشواطئ بيمارسوا أنشطة مختلفة زي لعب الكورة، كمان استمتاع الأطفال بالملاهي المتواجدة والألعاب الجماعية ما بين الأصدقاء والأسر أمام شاطئ بحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية. أجواء عيد مختلفة يمكن لأن مصر بتستضيف أسر من وعائلات من جنسيات مختلفة بيقضوا العيد في محافظة في القاهرة وفي عدد من المحافظات. النهاردة كان لقائنا مع أحد الأسر السودانية، قرروا قضاء أجازة عيد ممتعة في محافظة الإسماعيلية في أول زيارة لهم المحافظة. استمتعوا بأجواء الإسماعيلية المعتدلة في شاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية. قضوا يوم صيفي واستمتعوا بأجواء العيد في وعد منهم تكرار الزيارة لمحافظة الإسماعيلية مرة أخرى. كمان المواطنين اللي يعني بيستمتعوا بالمياه المحافظة بإلتقاط الصور التذكارية ليهم أمام الشاطئ. هنا من الساعة كام؟ الساعة 2:30. نزلت ولا لسه؟ تعالى. كل سنة وانت طيب. انت طيب. عملت ايه في العيد؟ خرجت مع صحابي ورحنا الستيشن وقعدنا نلعب كورة في النادي، ورحنا اتمشينا في الجناين وقعدنا شوية واكلنا كحك وشوكولاتة. عملت ايه في العيد؟ جيت هنا البحر مع اهلك ولا مع صحابك؟ عليكم مشاهدينا من كل مكان في محافظة الإسماعيلية، التقينا معكم خلال بث مباشر. كان معنا لقاء مع إحدى الأسر السودانية جاءت إلى محافظة الإسماعيلية خلال زيارتها لاستمتاع بإجازة عيد إسماعيلية. الأسر السودانية مقيمة بالقاهرة ولكن قرروا الاستمتاع بمحافظة الإسماعيلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك مع وعد تكرار زيارتهم مرة أخرى لمحافظة الإسماعيلية بعد أن يعني اكتشفوا الأجواء المعتدلة للمحافظة والهواء
مرحبين، عيد سعيد عليكم. كنا معاكم من محافظة الإسماعيلية.